الرئيس عبد الفتاح السيسي: التكاسل فساد، يجب مواجهته بالعمل، ونسعى لإعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة. ومحلب يفتتح غدا محطة كهرباء أسيوط بقدرة 1500 ميجاوات. وافتتاح متحف السيرة الهلالية في بلدة الخال عبد الرحمن الأبنودي. وترحيل متهم من الإخوان إلى أمريكا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. ومد أجل الحكم على المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد لـ9 يونيو. ووفاة 6 مواطنين في انهيار عقار بأسيوط. مساء الخير، برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم. بداية الأسبوع، عدد كبير من الأخبار اللي هنتابعها مع حضراتكم. في مقدمتها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة الصبح لمشروع تطوير ترسانة الإسكندرية البحرية. الرئيس خلال الافتتاح وجه للرأي العام رسائل مهمة، أولها للمسؤولين، قال إن كل مدير أو مسؤول في الدولة عليه إنه يواجه كل أشكال الفساد، وإن الفساد يجب ألا يقتصر فقط على مفهومه التقليدي، لأن التكاسل في العمل فساد، وعدم سيره بشكل سليم أيضا فساد، وعدم الإبداع والابتكار فساد. الرسالة الثانية كان بيوجهها الرئيس للمستثمرين وللعمال المتخوفين من حجم المشكلات الموجودة عند كتير من الشركات التابعة للدولة. قال الرئيس للمستثمرين وللرأي العام إن الدولة بتسعى لوضع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة خلال الفترة المقبلة. قال إننا مش هنترك أبدا عمال مصر وعمالها، وإحنا بنصرف كل المخصصات المالية الخاصة بيهم. بخصوص الافتتاح ومجريات الأمور النهاردة، السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس تفقد خلال الافتتاح عدد من الورش والمعامل اللي تم تطويرها بالشركة وفقا لأحدث النظم العالمية، وإن الرئيس قام بالمرور على ورش وتصنيع القطاعات الخاصة بهياكل المراكب والسفن والتقى بالعاملين فيها. والرئيس قال إن الدولة تدخلت لشراء شركة الترسانة، ترسانة اسكندرية، في عام 2007 لدواعي الأمن القومي، واشترتها القوات المسلحة وأعادت هيكلتها من جديد باعتبارها منفذ حيوي هام على البحر المتوسط، وإن شركة ترسانة اسكندرية البحرية كانت واحدة من الشركات الحكومية المتعثرة، لكن بالعزم والإرادة والعمل الجاد تم تحديثها وتطويرها بسواعد رجال القوات المسلحة. خلونا نتابع مع حضراتكم جزء من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. دواعي الأمن القومي، كان لابد أن الترسانة البحرية ما تخرجش من تحت سلطان الدولة، فكان القوات المسلحة تقدمت لدواعي الأمن القومي، وأنا بقول كلام أرجو أن الناس تفهمه كويس. كان لازم ناخدها، ده منفذ على البحر وحاجات كتير قوي، ما ينفعش حد غير المؤسسات بتاعت الدولة هي اللي تبقى بتسيطر وبتشرف عليها. دي رقم واحد. وفي كلام كتير كان ممكن يتعمل كده في الوقت ده، لكن ده ما حصلش. حجم المشكلة خوف الناس، والطرق التقليدية في الحل في الغالب ما بتنجحش. الطريقة التقليدية في حل المسائل في الغالب ما بتنجحش، وإلا كان على مدى السنين اللي فاتت 10-15-20 سنة كانت قدرت المؤسسات المتعثرة دي تستعيد عافيتها مرة تانية. وبكرة إن شاء الله رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومع دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هيقوموا بافتتاح محطة كهرباء أسيوط بقدرة 1500 ميجا وات. زيارة للمحافظة هتستغرق يومين، هيتم من خلالها برضو تفقد عدد من المشروعات الخدمية. رئيس الوزراء كان سبق وافتتح مؤخرا محطة كهرباء بنها ومحطة كهرباء العين السخنة في إطار جهود الحكومة للاهتمام بقطاع الكهرباء وإدخال محطات
جديدة. نعرف التفاصيل من دكتور محمد اليماني المتحدث باسم الوزارة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير مدام لبنى. أهلا وسهلا. مبروك علينا المحطة الجديدة، بكرة إن شاء الله نعرف تفاصيل أكثر عنها وأهميتها. هو الحقيقة في يعني أمر غير مسبوق، يعني أن يتم حضرتك لما تكلمي عن تعاقد تم في منتصف ديسمبر 2014 وفي غضون شهور قلائل تنفذ الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3632 ميجا في أماكن متفرقة معظمها في صعيد مصر ومحافظات الوجه القبلي. بنتكلم عن عدة محطات من ضمنها بالتأكيد محطة أسيوط. محطة أسيوط يا فندم عبارة عن 8 وحدات، كل وحدة بتولد 125 ميجا وات، إذن المجمل هو 1000 ميجا وات، وهيضاف عليها بعد كده 500 ميجا وات بنظام الدورة المركبة يعني بدون وقود، مما يرفع كفاءة المحطة. بنتكلم عن أول 3 وحدات هيتم تشغيلهم بإذن الله، هم ربطوا بالفعل بالشبكة. إن شاء الله الافتتاح الرسمي في جولة السيد المهندس رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مدى يومين في محافظة أسيوط لمشروعات متعددة. أيضا برضو متعلقة بالكهرباء اي فندم، عندنا 160 ميجا من عطاقه، عندنا برضو 672. انا بتكلم عن المرحله الاولى استاذ لبنى اللي هي هتضيف في المجمل 1707 ميجا من اجمالي القدرات بتاعه الخطه العاجله اللي هي 3632 ميجا. بنتكلم عن ده وكنا وعدنا به في 31 مايو الجاري ان شاء الله باذن الله 375 ميجا من اسيوط، 160 ميجا من عتاقه، 672 ميجا من 14 وحده موجوده في شرم الشيخ والغردقه وبورسعيد، عندنا كمان 500 ميجا، كل ده بكره وبعد. طب حلو. طب فكرنا بقى كده يا دكتور محمد اجمالي الميجا واتات اللي يعني بنتكلم عليها يعني هتضيف قد ايه او هتتعامل مع العجز اللي بنعاني منه؟ طيب خلينا نرجع للفترة النظيرة من العام الماضي حينما كنا نشكو من عجز في الكهرباء وتخفيفات أحمال تجاوزت 3000 و 4000 ميجا في الصيف الماضي. مع زيادة السكان وزيادة الطلب على الطاقة، الحقيقة أقدر أؤكد لحضرتك أنه إجمالي القدرات اللي هتضاف خلال عام 2015 6882 ميجا. حضرتك تابعت معانا وذكرت من شوية ما تم من افتتاحات، محطة العين السخنة 1300 ميجا، محطة بنها 750 ميجا. ما زال لدينا محطة أكتوبر ومحطة شمال الجيزة. الأربع محطات دول في الخطة الخمسية لقطاع الكهرباء 2012-2017. أما وحدات الخطة العاجلة فهي أمر جديد وتاني بقول غير مسبوق اللي هي 3632 ميجا. فاحنا بنتكلم عن سد العجز. الدليل على هذا ما تم يوم الأربعاء الماضي حينما وصل الحمل الأقصى إلى 26400 ميجا ولم يكن هناك أي تخفيف للأحمال. أي انقطاع للكهرباء كان هو نتيجة عطل موضوعي في مكان معين، لكن ما كانش فيه أي تخفيف. ده الحقيقة كمان أقول برضو من خلال أثير برنامج حضرتك المحترم والمشاهدين الأعزاء أنه كمان الوقود وقطاع البترول وما بدله من جهد لتوفير الوقود للمحطات بشحنات الغاز المستوردة لتعزيز أيضا المنتج المحلي. بنتكلم كمان عن برنامج صيانة لمحطات توليد الكهرباء بدأنا فيها من أكتوبر الماضي وتنتهي مع نهاية مايو، يعني النهاردة أقدر أقول بكرة أن تمينا برنامج الصيانة للمحطات. كل هذه الجهود بإذن الله هتساعدنا على استقرار التغذية الكهربائية إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بشكر حضرتك. النهاردة حدث ثقافي مهم شهدته مصر وهو افتتاح متحف السيرة الهلالية في مسقط رأس شاعرنا شاعر مصر الراحل الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي بقرية أبنود مركز قفط محافظة إنا. الافتتاح تم وسط تواجد شعبي واحتفالات يمكن كان حاضر فيها استخدام الأشكال التراثية. برضو شرفت الاحتفال حضور الإعلامية نهال كمال زوجة شاعرنا الراحل وبناته وبمشاركة وزير الثقافة وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين. الافتتاح النهاردة كان احتفال بالراحل الكبير الخال الأبنودي اللي أبدع علينا أروع ما في المكتبة العربية من أشعار. احتفال شعبي قبل أن يكون رسميا حضره أهالي قرية أبنود بمحافظة قنا مسقط رأس الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وأبناء القرى المحيطة لافتتاح متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بحضور عدد من المسؤولين والوزراء وأسرة الشاعر الراحل. كان وجهة نظره أن يعني ده يكون ملتقى
لكل ما يمكن ان هو يكون مكان لاكتشاف المواهب الجديده، لتقديم ادباء جدد، لنشر الثقافه في هذه البقعه. كانت بتبقى القاعات مليانه على اخرها، مش بس شباب ونساء وكل الاعمار. فاعتقد هو بس كان مجرد انه حد يعرفهم بالسيره الهلاليه، وهيقعوا في عشقها زي ما هو عشق السيره الهلاليه، وزي ما قالوا ان هو كان مضروب بالسيره. الحلم اللي بقاله كتير هو كان بيحلم بيه اتحقق النهارده. هو كانت اخر وصاياه ان يتم افتتاح المتحف، وده بالظبط كان اللي هو عايزه، ان ابنود تظهر على الخريطه، وان الصعيد تبان وتبقى يعني مكان للثقافه ومكان للفن. المتحف الذي يعد الأول من نوعه في مصر ويهتم بهذا النوع من التراث الشعبي، يرى فيه الحاضرون أقل ما يمكن تقديمه للشاعر الراحل، تقديرا لدوره الكبير في جمع هذا التراث الإنساني على مدى أكثر من ربع قرن، وإسهاماته التي أثرت في وجدان المجتمع المصري والعربي. هذا المتحف هو تخليد لذكرى الأبنودي، رد جميل أو جزء من رد الجميل للأبنودي. ده يعني بيدي مؤشر لمدى اهتمام مصر بأبنائها وتكريمهم، خاصة من يعني الشعراء من القمم اللي هي موجودة في كافة المجالات. أبناء القرية عبروا عن فرحتهم بإقامة هذا المتحف في القرية التي عمل الأبنودي طوال سنواته كي تتصدر العالمية بعد أن كانت في طي النسيان. الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي شاب ذكريات حلوة، يعني مش ذكريات حلوة، كرجل محترم وسيرة الهلالية بتاعته محترمة. هذا اليوم هو احتفال واحتفالية كبيرة للأبنود بالكامل، ويعني شايف الحضور، أهل الأبنود بالكامل حضروا اليوم للاحتفال بهذا الافتتاح العظيم والكبير. السيرة الهلالية أكبر عمل أدبي ملحمي في التراث الشعبي العربي، وتبلغ نحو مليون بيت شعري. ورحل الأبنودي عن عالمنا قبل أن يفتتح المتحف الخاص به، وترك نحو 22 ديوانا شعريا، كما ألف الكثير من الأغاني التي صدحت بها أسماء بارزة في مصر والعالم العربي. وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن انتهاء تنفيذ مشروعات صرف صحي في 10 قرى ضمن المنحة الإماراتية. نعرف التفاصيل بشكل مباشر من دكتور علي الشريف، مساعد وزير الإسكان للتطوير. برحب بحضرتك معنا يا دكتور، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا دكتور، دينا تفاصيل أكتر عن المشروعات دي، هتكون فين وهتخلص إمتى؟ هقول لحضرتك. دلوقتي احنا عندنا 151 قرية الأكثر فقرا. دولة الإمارات صممت أنها تدخل ليها الصرف الصحي كباكورة لمساعدة دولة الإمارات لمصر. أول 10 قرى انتهوا في محافظة البحيرة، انتهى 2، في المنوفية انتهى 1، في الغربية انتهى 3 قرى، في المنيا انتهى 3 قرى، في سوهاج انتهت قرية. دول جاهزين دلوقتي يدخلوا الخدمة للأهالي. تمام. إن شاء الله في 30/6 إن شاء الله اللي جاي هيخش 40 قرية جديدة برضو من المنحة الإماراتية، وفي 31/12 هيخش 54 قرية من المنحة الإماراتية. اللي هي كم المنحة يا فندم؟ 2.3 مليار جنيه. بتستهدف كده 151 قرية، انتوا وزعتهم على 151 قرية بالعدد؟ ايوه، 151 قرية بالاسم، قرية بالاسم. دي القرى الاكثر فقرا، واحنا قلنا ان احنا نبتدي فيهم الكلام ده. احنا بنعمل كمان صرف صحي لحوالي 75 قرية، ان شاء الله ينتهوا غير القرى دي، ينتهوا في 31/6/2015، بالإضافة لأن احنا اتفقنا مع البنك الدولي على قرض بمليار دولار. تمام. الاتفاقية على نص القرض دلوقتي 550 مليون دولار، إن شاء الله بتستهدف دول برضو مخصصين للصرف الصحي، مشروعات الصرف الصحي. مستهدفين للصرف الصحي، هينفذوا 160 قرية في فرع رشيد، الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وأصول أن مدة تنفيذ 3 سنين. اتفقنا برضو مع البنك الصيني في قرض بمليار دولار عشان إن شاء الله لنفس الهدف 260 قرية. يعني الحكومة هو إحنا كده. تمام يا دكتور علي، إحنا عندنا يعني هي حجم المشكلة كبير. يعني أنا كان معايا وزير إسكان وقال لي 80% من القرى المصرية ما فيهاش صرف صحي. نسبة التغطية في القرى المصرية دلوقتي 12%. ودي 12% دي حضرتك اللي احنا ابتديناها
من 25 سنه من ساعه لما ابتدينا نعمل صرف صحي نسبه التغطيه وصلت في القرى ل 12%. طيب عايزين نفرق برضو ونفهم يا دكتور علي، القرى اللي بنتكلم عليها والمشروعات الصرف الصحي هتغطيها، يعني بنتكلم على قرى ما كانش داخل لها اصلا صرف صحي، ولا بعض الاماكن كنا بنسمع المواسير موجوده والخطوط والمشروعات توقفت؟ لا دي ما كانش داخل لها بالاساس بالاساس صرف صحي. واحنا بنستهدف ان شاء الله 1087 في خلال سنتين، 1087 قريه في خلال سنتين، وان شاء الله نحل مشكله صرف صحي القرى في خلال 7 سنين ان شاء الله. تمام، شكرا دكتور علي الشريف مساعد وزير الاسكان للتطوير، بشكر حضرتك. النهارده مطار القاهره شهد ترحيل المتهم محمد سلطان اللي بيحمل الجنسيه الامريكيه للولايات المتحده بعد ما تنازل عن جنسيته المصريه. محمد سلطان ده محكوم عليه بالمؤبد في قضيه غرفه عمليات رابعه، وهو بالمناسبه ابن القيادي الاخواني صلاح سلطان الامين العام الاسبق للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. قرار الإفراج عن محمد سلطان جه تطبيقا للقانون رقم 140 لسنة 2014، واللي بيجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين لدولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. عمر سلطان أخو محمد سلطان أشاد بالحكومة الأمريكية اللي ساعدت في إنهاء سجن شقيقه بعد ما تنازل عن الجنسية المصرية واحتفاظه بالجنسية الأمريكية. معايا على التليفون سيادة المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا يا سيادة المستشار. عايزين نتكلم بس شوية ونفهم قانونية هذا الإجراء، يعني أنا بنتكلم على إن ده جه تطبيقا للقانون رقم 140 وما إلى آخره، لكن دلوقتي وقفنا عند إنه لما يتنقلوا بقى للجنسية للدولة اللي هم واخدين الجنسية بتاعتها يا يتحاكموا هناك يا يقضوا العقوبة. في الحالة اللي إحنا بنتكلم عليها ده، يعني ده هينطبق عليه في أمريكا؟ هيتحاكم مرة تانية؟ هينفذ العقوبة ولا خلاص إحنا وديناه ومالناش دعوة؟ لا يا فندم، وفقا للمادة الثانية من القانون 140 لسنة 2014 هي ادت السلطات لرئيس الجمهورية بعد العرض من النائب العام ومجلس الوزراء في وفقا لاعتبارات سياسية انه يتم نقل المتهمين الى بلادهم اللي هم بيحملوا الجنسية الغير مصرية. أيوه. على ان يتم اما تنفيذ العقوبة واما محاكمتهم وفقا للجريمة، لان دي جريمة تمت على ارض مصرية وصدر فيها عقوبة. فبينفذ العقوبة هناك انا بفوضه في تنفيذ العقوبة وبفوضه في المحاكمة وفقا لقوانين ارتكاب الجريمة. لو ما حصلش بيبقى وفقا للاتفاقيات والاتفاقيات ما بين مصر والدول الاجنبية بيبقى لنا حق مطالبتها بهذا التنفيذ. وحق مطالبتها بتتبع الجريمة. زي ما هو بيجي الانتربول يتتبع الجريمه للمتهمين عندنا، احنا بنتبع الجريمه وفقا للقوانين بتاعتنا اللي بتطبق هناك او وفقا لتنفيذ هذه العقوبه. في مدى زمني لمتابعه ده ونشوف الاجراء ده هيتم ولا مش هيتم، ولا ممكن يكون في برضه يعني الواحد متوقع ممكن يكون في مجال للتسويق؟ لا يا فندم، هي الدول ديت عندها قانون له سياده القانون هناك قويه، يعني ما عندهاش فرق ما بين رئيس جمهوريه ومتهم طالما دخل الحدود الداخله داخل اتفاقياتها، والاتفاقيات بتطبق هناك عندهم بيطبقوها اقوى من الدول الثانيه. ايوه بس يا معالي المستشار، لو كان كده يعني ليه الراجل يتنازل عن الجنسيه ويروح لامريكا وهو عارف ان هو هيتحاكم هناك يا هيقضي العقوبه؟ يعني بالنسبه له سواء في مفهوم خطا منه ان هو فاكر ان هو امريكا هتحميه. انما هي امريكا اقوى في تطبيق القانون في اتفاقياتها من اي دوله، يعني دول اوروبيه وامريكا وبعض الدول الاخرى في تطبيق الاتفاقيات القانونيه بالذات ومدى خضوع المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبه بيبقوا اقوى من الدول الاخرى. هو اعتقاد خاطئ منه ان يلجا. هو كده اتقفل عليه الباب خالص ان هو يرجع لمصر مره ثانيه لو رجع. انتهت وفقا للقانون. لو رجع يبقى مواطن امريكي ويبقى خلاص احنا برضه ودخله وما دخلوش كمان. تمام، يعني من حقنا ادخله، ودي بقولها عشان لو اي حد من اللي معاهم الجنسيات افتكر انه يعمل هذه القصه مره اخرى من المحكوم عليهم فسوف يحاكم، بل العقوبات اللي هم اخذوها عندنا ممكن تكون اخف
من العقوبات اللي ممكن ياخدوها في الدول اللي بينتموا اليها، لان بعض الدول التي التي يحملون جنسيتها بتدي عقوبه مغلظه اكتر من العقوبات اللي بياخدوها، وبعض الجرائم اللي ممكن ياخدوا فيها براءه هنا معاقب عليها في الدول الاخرى، لان الدول الاخرى او الدول الاجنبيه بالنسبه للتظاهر وحريه الراي بتبقى شديده في العقوبه في حاله تعرضها لحريات الاخرين. هو النص اللي بنتكلم عليه في القانون ده يعني موجود عندنا بس يا فندم، ولا موجود برضو في دول تانية بتطبق؟ في دول تانية يا فندم بتطبق، احنا عملناه بناء على الاتفاقيات الدوليه اللي مصر مشاركه فيها. كان يجب علينا ان احنا نطلع هذا القانون عشان نتفق والاتفاقيات اللي مصر موقعه عليها. تمام، بشكرك على التوضيح يا معالي المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا، شكرا جزيلا. هنفضل برضو مع الملف القضائي، والنهاردة محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة قررت مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 73 متهم من بينهم 9 قيادات بمديرية أمن بورسعيد وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، ده في اتهامهم بقتل 74 من ألتراس النادي الأهلي بعد نهاية مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في 2013. المهم حصل التأجيل لجلسة 9 يونيو المقبل مع استمرار حظر النشر. كانت المحكمة كما سبق وأحالت لفضيلة المفتي أوراق 11 متهم بالقضية لإبداء الرأي الشرعي، وكده تعتبر دي المرة الثانية اللي بيتم فيها نظر هذه القضية. معنا تفاصيل أكتر نتابع ده في التقرير اللي جاي. بعد الاطلاع قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/6/2015 لإتمام المداولة مع استمرار حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى جلسة 9 يونيو القادم. ينتظر هؤلاء المتهمون الحكم عليهم بالقضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد. محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد قررت مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة. مد الأجل إعطاء فرصة لهيئة المحكمة الموقرة لدراسة القضية دراسة أكثر تفصيلا والانتهاء من الأحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة. المحاكمة الأولانية قعدت حوالي 58 جلسة، دي زادت عن 60 لأن المحكمة بذلت فيها مجهود خرافي ما شاء الله وأعادت التحقيق من جديد وناقشت حاجات كتيرة، وإحنا طبعا ملتزمين بحظر النشر. المحكمة الموقرة قالت إن يحظر النشر، فإحنا ملتزمين، إحنا بنتكلمش في موضوع الدعوة، إحنا بنتكلم في القرار فقط. الحزن والغضب هنا خارج قاعة المحكمة هو المسيطر على أهالي الضحايا الحاضرين للجلسة بسبب حكم طال انتظار صدوره. قرار القضاء على أسرة 72 شهيد عشان المصري أو المتهمين جوه القفص، مين سمح لهم؟ الداخلية مين سمحت لهم يخشوا عليهم تيشيرت عليه بورسعيد يلبسوا تيشيرت عليه بورسعيد جوه القفص؟ 73 متهما في قضية مذبحة بورسعيد التي شهدت أعمال عنف وقتل حدثت عقب مباراة النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير عام 2012، وتمت إعادة المحاكمة إلى أن أحال المستشار محمد السعيد أوراق 11 متهما إلى مفتي الديار المصرية في الجلسة السابقة إبريل الماضي. لأكثر من 3 أعوام شغلت هذه القضية الرأي العام، وإلى 9 يونيو القادم ينتظر الجميع صدور حكم القاضي. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. طيب شفنا محمد زميلنا هو طبعا بيشوف ردود أفعال أهالي الضحايا بعد قرار المحكمة النهاردة. خلونا من ناحية تانية نشوف الوضع في بورسعيد ورد الفعل. معنا على التليفون أستاذ حمدي جمعة مدير مكتب المصري اليوم هناك. مساء الخير يا أستاذ حمدي. أهلا وسهلا. يعني قلنا إزاي بورسعيد أو أهالي المتهمين استقبلوا الحكم النهاردة، أو هل في أي رد فعل في الشارع البورسعيدي؟ الحقيقه كان رد الفعل كان سابق ليله امس، ليله الجمعه خرجت مسيره كبيره شارك فيها اهالي المتهمين وبعض اعضاء رابطه التراس جرين ايجلز احدى روابط مشجعي النادي المصري في مسيره كبيره طافت الشوارع الرئيسيه وطلبت بالعداله والبراءه لما قالوا انهم او وصفوهم في المسيره بانهم الابرياء. النهارده كان في اجواء امنيه الحقيقه غير عاديه، يعني حاسوا
انضمت لبورسعيد تشكيلات من قوات الامن من خارج المدينه كدعم اضافي، وانتشرت مجموعات وفرق الانتشار السريع في كافه شوارع المدينه، والاكوال الامنيه كانت بتطوف الشوارع الرئيسيه مدعومه بالمبرعات. عقب الحكم كان تعليق اهالي المتهمين هادئ جدا، قالوا انه ان هم لعل في التاخير الخير، انه هم لم يعد لديهم امل سوى عند الله سبحانه وتعالى. وزائد انه خلينا نقول تحقيق العداله، المذنب ياخد جزاءه والبريء يعني خلاص يعني ان شاء الله العداله تتحقق. لكن قول لي يا استاذ حمدي، ايه حكايه التيشيرت اللي عليه بورسعيد اللي يعني اهالي الضحايا اشتكوا من الموضوع ده، وانه ازاي كانوا ماسكينه وشفناه في التقرير، ده حكايته ايه؟ الحقيقه ما عنديش تفاصيل حوالين هذا التيشيرت. قد يكون اهالي المتهمين قدروا يوصلوه في الزيارات، وانت عارفه هو كل كان كلهم كانوا معاهم. انت عارفه باعتباره لونه ابيض ومسموح للمتهم المحبوس احتياطيا بارتداء ملابس لونها ابيض. قد يكون ده مبرر وجود التيشيرت، لكن انا الحقيقه اللي مندهش له وجود كلمه بورسعيد حتى في مرتبطه بال رفعها النهارده داخل هو ده بعمل كده من التراس بورسعيد ممكن، ولا ده ايه؟ ربما يكون اهالي المتهمين، لان التراس ما عندوش استطاعه انه يوصل للمتهمين داخل الحجز. الاهالي هم اللي وصلوه، لكن طبعه والفكره يكون يعني يبقى مع كل المتهمين بالشكل ده، فيعني ده شيء لافت للنظر. لا انا ما رجحش الالتراس، لانه الالتراس عنده شعارات ولوجوهات معينه بيلتزم بيها في زيه، لكن ربما هي محاوله يعني اعطاء طابع يعني جهوي او خاص بالمدينه ولصقه بالمتهمين الى اخره. يعني ان كان باب التاجيل فتح باب التكهنات في بورسعيد على اخرها وسط المراقبين واهل المتهمين، بعض المصادر رجحت انه الدائره دي بالخصوص، الدائره اللي راسها المستشار سعيد الشربيني، ايوه، منشغله باكثر من قضيه كبيره، منها مثلا قضية أحداث سجن بورسعيد اللي راح ضحيتها 54 من أبناء المدينة سقطوا قتلى برصاص الشرطة عقب صدور الحكم الأول بإحالة 21 للمتهم للمفتي في 26 يناير 2013 في عهد المخلوع مرسي. المرة دي أستاذة لبنى ردود الافعال اهدأ كثيرا في بورسعيد، ربما بحكم تغير الظرف السياسي وانتظار جلسه النقد التاليه. ننتظر حكم المحكمه ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ حمدي جمعه مدير مكتب المصري اليوم ببورسعيد. خبر ثاني، سته مواطنين لقوا مصرعهم النهارده واصيب ثلاثه في انهيار عقار مكون من اربع ادوار النهارده الفجر. نطمن ونشوف الوضع ايه بالظبط. معانا على التليفون دكتور احمد انور وكيل وزاره الصحه باسيوط، برحب بحضرتك معانا يا دكتور احمد. اهلا وسهلا، هل الرقم ده دقيق يا دكتور احمد؟ بالضبط يا فندم، كانوا ست متوفين وثلاث مصابين، اثنين منهم راحوا مستشفى اسيوط الجامعي وواحده راحت مستشفى اسيوط العام. طب وحالتهم طيب مستقره الحمد لله. يعني الاصابات يعني متوسطه بسيطه؟ كدمات ونزيف داخلي في البطن وتحت الملاحظه، وان شاء الله الحاله مستقره بالنسبه للثلاث مصابين يا فندم. طبعا السبب او العقار يعني طبعا هو الاسعاف اللي تعاملوا حضراتكم، لكن بالتاكيد المشهد برضو زي ما حضرتك شفته او يعني زي ما نقل ليك. اما بطبيعه فندم البلاغ جانا 3:10 من الاسعاف بانهيار المنزل، توجهت سيارات الاسعاف مباشره لموقع الحدث، وحتى وتم طبعا ده بيت قديم يا دكتور؟ بيت قديم يا فندم. كان في اي مخالفات؟ عرفت مثلا كان في اي مخالفات؟ كان في قرار ازاله ليه صادر او اي حاجه كده؟ لا لا يا فندم، ما فيش قرارات ازاله، بس هو طبعا البيوت القديمه اللي في في في, في الاحياء القديمه يا فندم اللي ليها فتره طويله. وطبعا جاري يعني الامور فتحت البحث دلوقتي هيشوفوا بقى. تمام. طب انتوا يا دكتور احمد يعني متحسبين برضو ان اي شيء يحصل؟ يعني عندنا معلومات يقول لك في عمارتين برضو جنب العماره اللي وقع دي اتاثروا، وفي كلام ان هم يعني ممكن لا قدر الله يحصل انهيار ليهم، هل الكلام ده فعلا صحيح؟
بالضبط كان انا ان شاء الله ما يحصلش، لكن احنا جاهزين ان شاء الله والامور يعني. طب عرفت تم في العمرتين دول فيهم ناس تم اخلاءهم؟ طبعا ده حضرتك دور المحليات والشرطه هو الدور المنوط بالاخلاء يا فندم. عارفه بقول لحضرتك يعني احنا بنحاول نكلم الحقيقه المحافظ وما نجحناش في ده، فبقول يمكن حضرتك يكون عندك معلومات. لا لا هو حضرتك طبعا الشرطه والتهيئات شغاله، وطبعا اذا ثبت على طول مباشره ان في حاجه هيتم اخلاء المنازل فورا. تمام، انا بشكرك دكتور احمد انور وكيل وزاره الصحه باسيوط، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لمتابعينا. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية، نرجع لمتابعة أخبارنا. والنهاردة بدأت عملية توزيع كروت البنزين أو الكارت الذكي للبنزين في 12 محافظة، بعد ما تم توزيع الكروت عبر إدارات المرور في 15 محافظة خلال الأسبوعين اللي فاتوا. نزلنا بكاميرتنا الشارع وشفنا يعني أصحاب العربيات كده شايفين الوضع إزاي، إيه انطباعهم عن موضوع الكروت. ونفكر حضراتكم القصة بتاعت الكروت دي إنها بتتوزع وفقا لرخص قيادة السيارات، يعني اللي مش هيبقى معاه كارت يعني مش هيقدر ياخد البنزين او السولار مباشره من خلال المحطات، لكن المحطه هيبقى عندها نفسها المكنه او عندها الكارت اللي ممكن من خلاله صاحب العربيه يمون لغايه لما يطلع الكارت الخاص بيه. خلونا نتابع التقرير مع حضراتكم. هي الأيام الأولى للتجريب العملي لمنظومة البطاقات الذكية لصرف المواد البترولية بالقاهرة وعدد من محافظات القناة، مع بدء تسليمها للمواطنين بمقرات الإدارة العامة للمرور. هنا بمحطات صرف البنزين انتهت مرحلة تدريب العاملين على النظام الجديد وبدأت مرحلة التنفيذ الفعلي، ولكن باستخدام بطاقات المحطة. احنا بقالنا فترة كنا بنتدرب عليها وبدأنا نستخدمها من حوالي أسبوع، إنما قبل كده كنا بنعمل عملية تدريب على العمال. عملته بس لسه ما طلعش، من شهر اتنين بركون في المرور كله مروح للشهر الجاي. كل واحد ياخد حقه وبتاعه كده، مفيش هيبقى فيه تسريب ولا أي حاجة ولا سيرة ولا حاجة. احنا لسه حاجة ما جربناش، عايزين نشوفها برضو وربنا يسهل تكون حاجة أريح من اللي احنا بنشوف. موضوع إن كان في سوق سودا في البنزين وكده ده كان عامل مشكلة، وفعلا كان في ناس بتاخد الدعم مش مستحقية ليه وناس كانت بتاخد زيادة. أما قائدي السيارات الذين يتعاملون مع النظام الجديد بالبطاقات الذكية للمرة الأولى، رغم أن بعضهم استخرجها قبل شهور، كان لهم رأي آخر. أنا طلعت الكارت من 3 شهور وأول مرة أصرف فيه النهاردة، بس أحسن كده عشان يعرفوا بس كل واحد حقوقه إيه وياخد قد إيه في السنة أو في الشهر أو في الكلام ده. هنحترم الصرف بالكارت باستمرار ومش هنصرف إلا بيه طبعا. والله هو يبقى فيه انتظام أحسن من كده دلوقتي، وعلى الاقل هنلاقي البنزين متوفر بدل ما هو بيتسرب. لو هيوفر علينا المجهود دوت وهنبقى ملتزمين، عربيتي على طول فيها بنزين، ليه لا. وبدات عمليه صرف الوقود بالمحطات من خلال الكروت الخاصه بكل محطه منتصف مايو الجاري، وسوف تستمر حتى 15 من يونيو المقبل لحين تعميم المنظومه على كافه المحطات وتسليم البطاقات لاصحاب كافه السيارات المرخصه. ربما لا تزال في المرحلة التجريبية، ولكنها خطوة على طريق وصول الدعم لمستحقيه بتعميم منظومة البطاقات الذكية لصرف المواد البترولية. هالة أنزيل، الحياة اليوم. بكرة إن شاء الله جامعة القاهرة أعلنت عن احتفالية لتكريم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات ومعاهد الجامعة اللي قاموا بنشر بحوثهم العلمية باسم جامعة القاهرة على المستوى الدولي وفي الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالميا خلال النصف الأول من عام 2014. نعرف التفاصيل من دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ لؤي. مساء النور يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور جابر، عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بكره ان شاء الله، والاشكاليه اللي احنا دايما كنا بنتكلم فيها ان علمائنا الاساتذه والباحثين بيعملوا بحوث لكن ما بيكتبوش يعني في الورقه الاولانيه او الاخرانيه ان هم من جامعه القاهره، فده اللي بيؤدي لتراجع التصنيف الخاص بجامعه القاهره. الوضع ده اختلف؟ لا طبعا اختلف، لانه النهارده اولا
الباحثين اللي هيكرموا هم من جامعة القاهرة، تمام، أساتذة من جامعة القاهرة من كافة الكليات، بتأتي كلية العلوم في الحقيقة في المركز الأول، بعد ذلك كلية الصيدلة، وبعد ذلك كلية الهندسة والطب. وفي الحقيقة أنه النهاردة المنظومة البحثية الدولية لا تعترف إلا بالبحوث المنشورة دوليا في المجلات ذات المراجع الدولية. ده النهاردة اللي هو البند الأساسي في تصنيف الجامعات العالمية. أولا جامعة القاهرة أكبر جامعة على مستوى العالم بتنشر أو بيتم النشر فيها نشر دولي. السنة اللي فاتت في الحقيقة كان عندنا يعني تضاعف، السنة دي تضاعف العدد بزيادة 20%، السنة اللي فاتت أيضا تضاعف 20%، السنة اللي فاتت كان عندنا بمعدل 2070 بحث في 12 شهر، النهاردة عندنا في 6 شهور في حدود 1400 بحث. يعني احنا النهاردة أيضا السنة دي سوف نحقق أيضا سبق جديد. و امال فين جامعه القاهره من التصنيف الدولي زي ما حضرتك بتقول كده؟ من اللي قال جامعه احنا القاهره فين؟ احنا 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 في التصنيفات اولا عدد الجامعات. ترتبنا يا دكتور، ما انا هقول لك اهو، عدد الجامعات اللي بتخش في مسابقه التصنيف الدولي على مستوى العالم في حدود 23000 جامعه. تمام. احنا جامعه القاهره 401. بعيد قوي. لا مش بعيد قوي، بقول لك من 23000 جامعه. احنا طيب في المنطقه العربيه، في المنطقه العربيه احنا الجامعه رقم 3. مش بعيد بقى 3 في المنطقه العربيه؟ في المنطقه العربيه رقم 3. ليه بقى؟ ممكن بس تقولي لي ليه؟ لان انا النهارده عندي اشكاليه في بعض معايير او في بعض المعايير اللي بيتم بها التصنيف، انا فقدها قبل ما اخش، زي معايير الاعداد مثلا، زي معايير تتعلق بالاعداد، نسبه الوافدين الى الاعداد، رغم ان انا مثلا اكبر جامعه بتستقبل وافدين في الشرق الاوسط كله بل يقياد يكون في العالم، انما لما بتيجي تنسبيها لعدد الطلاب بفقد المعايير، لان المعايير الدوليه 50000 طالب في الجامعه، انا عندي ربع مليون طالب. ولذلك وده طبعا ليس بيدي، لان المكتب التنسيق هو اللي بيجيب لي طلبه بيلزمني بيها. ولذلك النهارده لما تيجي تلاقي وجود، اولا هي الجامعه المصريه الوحيده اللي موجوده في اول 500 جامعه، انا عايز اقول لك التصنيفات اللي بتتم على مستوى العالم اللي هي ال 23000 جامعه، المعني الاساسي فيها اول 500 جامعه على مستوى العالم، ودي جامعات بتعتبر جامعات الصف الاول، 500 الاول على مستوى العالم، جامعه القاهره في كافه التصنيفات العلميه. على مستوى البرامج احنا تصنيفاتنا في الحقيقه البرامج، في برامج في الميه، يعني في الميه الثانيه، في بدايه الميه الثانيه، يعني 101 عندي برنامج الصيدله، دراسات الصيدله في 101، عندي برامج الطب في 334 على مستوى العالم كله. اذا النهارده لا، جامعة القاهرة لها حضور دولي. النهاردة كمية النشر الدولي اللي بتقدمه جامعة القاهرة للعلم على مستوى العالم غير مسبوق من أي جامعة أخرى. ولو أنا استوفيت المعايير تمام. أنا عايز أتكلم بقى على معايير الأبحاث كمان يا دكتور جابر، لأنه حضرتك أكيد متابع أنه الرئيس والمركز المجلس اللي تبع للرئاسة تخصصي ومجلس العلماء كانوا بيقولوا عايزين ابحاث، مش علوم النظريه مهمه، لكن حاجات تطبيقيه، حاجات قابله للتطبيق، حاجات تمس الواقع والمشاكل اليوميه. كل الابحاث المنشوره في مجلات النشر الدولي اللي هي مجلات الصف الاول، دي معاييرها معايير دوليه وعالميه، دي كلها في الحقيقة إما أبحاث تتعلق بعلوم أساسية هي بينطلق منها كل تطور علمي وكل تطور تقني، زي أبحاث كلية العلوم، وأبحاث أخرى في الحقيقة تتعلق بتقنيات جديدة وتطوير تقنيات جديدة في كافة العلوم. لما النهاردة إحنا اللي لازم نتكلم فيه
انه الجامعات ليس لديها القدرة ولا لديها المكنة القانونية ان هي تسوق هذه التطبيقات العلمية. ده اللي احنا محتاجينه النهاردة. لو النهاردة محتاج في جامعة القاهرة احنا قادرين من الناحية القانونية ان احنا نسوق هذه الابحاث ونعمل شراكة عليها لتطبيقها بما يفيد المجتمع، وده اللي احنا بنطلبه. النهاردة خلينا نرجع نتكلم ده في ده في التفصيل بالفعل يا دكتور جابر، لكن اخيرا برضو اطمن مع حضرتك على سير الامتحانات، في اي مشاكل التامين، الوضع عامل ازاي؟ سير الامتحانات في جامعه القاهره زي الفل. الحديث عن مساله التامين والكلام ده حديث في غير محله، وفي الحقيقه الامور طبيعيه جدا، لم يحدث اي مشكله. ايضا مجلس الجامعه واجه مساله الغش بعقوبات بتطبق على كل الكليات حتى نضمن تكافؤ الفرص والمساواة. وهذه العقوبات منعت أو أدت إلى تقلص حالات الغش بصورة كبيرة جدا. الامتحانات ماشية كويس قوي الحمد لله. إن شاء الله. أقول لك كمان إن عندنا تطوير النهاردة في بعض الكليات لنظام امتحان جديد وفقا للمعايير العالمية اللي هيؤدي أيضا إلى رفع تصنيف الجامعة، بدأنا نطبقه على بعض الكليات ومنه كلية التجارة. بيمتحنوا النهاردة والنتيجة بتعلن في نفس اليوم. كويس جدا، بشكرك يا دكتور جابر. دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع أخبار. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. دكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أصدر تعليماته بعمل دراسة شاملة لشارع سرايا الألفي الموازي لشارع الألفي تمهيدا للبدء في تطويره وإعادة المباني لأصلها، بالإضافة كمان لرفع كفاءة الشارع زي ما حصل في شارع الألفة وشارع سرايا الأزبكية، دي طبعا بقت من الشوارع المخصصة للمشاة فقط. المحافظ كمان شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية حاليا وسرعة الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمراحل التالية لعملية التطوير اللي بتشمل أكثر من 500 مبنى تاريخي بالإضافة لكل شوارع وسط البلد. أنا معايا على التليفون سيادة اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. مساء الخير يا سيادة اللواء. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اعرف من سيادتك بس يعني سير اعمال التطوير في وسط البلد، وصلنا لحد فين؟ احنا سبق قبل كده وقلنا ان التطوير وسط البلد سياتي تباعا لكل المنطقه، واحنا طبعا افتتحنا شارع الالفي، فالشارع الموازي اللي هو السرايا الازبكيه ويربطهم ببعض شارع زكريا احمد. اذا المنطقه دي اللي هي مع الالف مع زكريا احمد زي حرف اتش كده، هم متجانسين مع بعض معماريا وبرضه قاهره خديويه وهكذا، وبرضه هيكونوا للمشاه. لكن الحقيقه يعني كتير مننا اللي بننزل وسط البلد الحمد لله لمسنا بالفعل التطوير على الارض والالتزام، يعني كنا متخوفين من موضوع ركنه العربيات، هي برضو هيركنوا وبرضو العربيات هتمشي، فلاي مدى برضو من متابعه حضراتكم انه ما بيحصلش تجاوزات وان المرور برضو مساعدكم؟ بالتاكيد هو يعني في تعاون وثيق ما بين المرور والاحياء وكل يعني الحمد لله ملتزم، لان ده بيحقق صالح عمل الجميع. احنا بنتكلم في مدى زمني قد ايه سياده اللواء عشان ننتهي من اعمال التطوير؟ احنا مستمرين. في المدى الزمني بيرتبط بمعدلات التشغيل للشركات اللي هي واخده المباني دي، وكل شركه بتختلف عن الاخرى. ولكن احنا شغالين ويوم عن يوم الوضع بيختلف. التكلفه احنا صرفنا يعني لغايه دلوقتي كام؟ برضه مش عايزين نتكلم على التكلفه قد ما نتكلم على الاهداف، ان احنا عاوزين عوده القاهره لرونقها. طبعا طبعا. وبرضه احنا شفنا انا بسال أن يعني هل التمويل عقبه؟ هل المساله ماشيه الحمد لله ما فيش مشاكل؟ لا، الامور ماشيه من
محافظة القاهرة بالتعاون مع جهات أخرى زي شركة كبة للتأمين وغيره ومؤسسات وحاجات زي كده. بس رجال الأعمال أصحاب الشركات اللي في أنا بتكلم على أنا كنت سامعة أنه الناس نفسها اللي موجودة في وسط البلد هيساهموا، شركات، ناس لها مصالح، المباني نفسها، المواطنين، هل ده بيحصل؟ بالضبط ده بيحصل فعلي، وفي كمان يعني أكتر من كده يعني في مواطنين ممكن يقوموا بالعمل ده. طيب يعني هو كلام حلو وكلام إيجابي، فمن المهم إعلانه علشان الباقي يتحفز ويتشجع يعمل كده برضو. هو بالفعل تم إعلانه، بالفعل أثناء الافتتاح بتاع ميدان عرابي حصل تكريم للناس اللي بذلت. كويس يا فندم، وهم مستمرين مع حضراتكم برضو في كل الشوارع، شارع شارع هنطوروا الناس معاهم. غيرهم بقى مستمرين وفي لا غيرهم. كل ناس بقى في المنطقة اللي هتطوروها إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، شكرا جزيلا. نروح برضو هنفضل في وسط البلد وموضوع مبنى الحزب الوطني المنحل ومسألة هدمه. احنا تابعنا طبعا القرار اللي صدر من مجلس الوزراء في 25 من شهر ابريل اللي فات، وتم استخراج رخصة الهدم يمكن من حوالي شهر من رئاسة حي غرب القاهرة، لكن لأي مدى بقى الشغل حصل ما حصلش، يعني احنا وفقا لمعلوماتنا ما فيش جديد قوي يعني، لكن نعرف اللي بيحصل على الأرض من أستاذ أو مهندس رجب حافظ صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال الهدم اللي طبعا واخدة الشغل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. إمتى بقى يعني هتبتدوا في أعمال الهدم؟ إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ إزاي بتستعدوا؟ إدينا صورة بس يا فندم عن اللي بيحصل. إن شاء الله إحنا كده بدأنا لنا حوالي 15 يوم بأعمال ستاير، تجهيز، تطلع معدات فوق السقف من فوق. الستاير دي احنا بنشوفها بقالها كتير، ايه اللي ورا الستاير بقى؟ لا ورا الستاير ورا الستاير المبنى طبعا. ايوه ماشي، المبنى جوه بتعملوا ايه؟ في اعمال، ما في حاجات بنجهزها، بنجهز رمله تحت الارضيه في الدور الارضي تحت. تمام. على اساس لو حاجات جامده خبطت ما تاثرش على المتحف. بنحط ربل اللي هو نشاره زي كوتش كده ناعم، هذا يعمل زي السفنج يعني لعبه ستس يعني. بنحط بنعمل الموضوع ستير عشان ما يعملش عفره حوالين الفنادق اللي حوالينا، عشان المرور والزحمه برضو والناس ما تشتكيش شويه والطرق مش ناقصه يعني. طيب هي شركه واحده اللي هي شركه حضرتك اللي شغاله في الموضوع ده ولا اكتر من شركه؟ شركتي يعني. تمام. هل صحيح بقى انه كان في اخبار انه الهدم هياخد 4-5 شهور والوقت ده كله؟ لا هو شكل ان شاء الله هو 3 شهور باذن الله يا رب. كم يا فندم؟ 3 شهور. 3 شهور ان شاء الله. ويعني هو انا طبعا انا مش خبيره في المساله دي، بس تقييم اسالك ده هد، امال هبني في قد ايه لما اقعد 3 شهور اهد؟ لا المبنى كبيره مش صغيره، المبنى على حوالي 10500 متر مسطح. طيب الآلية اللي هيتم استخدامها يعني مش عارفة، احنا في مصر الشغل ده أخباره ايه؟ يعني بنشوف مثلا يقولك حاجة كده ويتفجر المبنى وينزل زي ما هو ويعني ما ياخدش وقت. احنا آليتنا ايه؟ لا احنا مطلعين حفرات فوق، 3 حفرات فوق. بنجيبها من فوق واحنا نازلين من فوق دور دور كده واحنا نازلين لحد ما ننزل تحت، لكن ما نقدرش نفجر في المكان ده. لا ما ينفعش تفجير في المكان ده بالذات، لو هنفجر مثلا مبنى بعيد في بعيد عن البلد في الصحراء، لكن هنا المكان ده ما ينفعش خالص، ده جنبيه متحف، جنبيه فندق، على شمال ويمينه فندق، جنبيه كورنيش، ما ينفعش. فده ممكن ياثر على اساسات المباني المجاوره يعني؟ انا بنزل من فوق لتحت طبعا، لازم ما اقدرش افجر. ده انا بنزل واحده واحده دور دور، وانا لازم من فوق لغايه ما انزل الارض. تمام. العمال اللي بيشتركوا في المساله والاليات برضه؟ العمال سيادتك عندي حوالي 150 عامل. عندي 3 حفارات، عندي 25 عربيه هتنقل الاتربه. دي هتنقل بس هتشتغل بالليل، هتوديه شقه تعبان، مقلب عمومي يعني. تبع المحافظه. هو قول لي يا باشمهندس، هو المبنى من جوه يعني هكلمك بامانه، كان مثلا يقول لك إيه هو اتحرق لكن من جوه ممكن انا اطوره واظبطه، ولا هو في أي ما كانش شيء ما فيش فيه فايده يعني؟ لا هو حتى خلصنا بتاعته ضربه كلها من جوه. يعني احنا بنشتغل فيه وخايفين على نفسنا وربنا يستر علينا، لان حتى الخرسانه ضربه متقطعه خالص، النار واكلاها خالص من مستوياها.
انتوا برضو اللي هتنفذوا يعني ما بعد الهدم بقى مش عارفين يحصل ايه، فانتوا واخدين برضو المقاولة كلها هدم وبنى بعد كده؟ لا ما فيش مباني، في حديقة. في حديقة؟ اه ده خلاص استقر المسألة، في جنينة مطرح اللي... ان شاء الله برضو انا اللي اخدها برضو؟ طب والحديقه دي يعني خلصت رسوماتها تصورها؟ لا تصميم بستلم، بس تصميم بستلم من الهيئه الهندسيه. فهم اللي بيدوا لهم تصميم، فانا بنفذ التصميم اللي هم بدهوه وصله لي. طيب ربنا يوفق ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ رجب حافظ صاحب شركه المقاولات المنفذه لاعمال الهدم والحديقه بعد كده اللي هتكون مطرح الحزب الوطني المنحل. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضرتك. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. نرجع لمتابعة أخبارنا النهاردة. السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أعرب عن إدانة مصر الكاملة لحدث التفجير الإرهابي اللي حصل امبارح في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وخلف عددا من الشهداء والمصابين. أكد السفير عبد العاطي تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم، مقدما تعازي مصر الخالصة حكومة وشعبا لأسر الشهداء، وداعيا المولى عز وجل بسرعة الشفاء للمصابين. طبعا الحادث اللي تبعناه امبارح الارهابي اللي حاول تفجير نفسه داخل مسجد بمدينة الدمام، الا ان احد المصلين استوقفه قبل ما يدخل المسجد ففجر هذا الارهابي نفسه مما ادى لوفاته واستشهاد 3 آخرين. محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد قررت النهاردة مد أجل الدعوة المطالبة باعتبار دولة قطر ودولة تركيا داعمتين للإرهاب. تم التأجيل لجلسة 27 يوليو للنطق بالحكم. دكتور سمير صبري المحامي صاحب الدعوة أكد أن في يعني في أسباب دعوة أن تركيا بتحتضن التنظيم الدولي للإخوان، كما أن رئيسها مشهود عنه عدوته لمصر وتمويله للإرهاب من أجل إسقاط الدولة المصرية. أما بالنسبة لتركيا فهي أيضا داعمة للإرهاب أو قطر داعمة للإرهاب وتنفذ أجندات هدفها زعزعة الاستقرار وتمويل الجماعات الإرهابية اللي بتستهدف القوات المسلحة والشرطة. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قال النهاردة أن في تخطيط تم الاتفاق عليه للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة قناة السويس وسيناء، وهيتم البدء في تنفيذ هذا المخطط الأسبوع المقبل. تصريحات الفريق مهاب مميش جت أثناء ما كان بيشرح عرض تفصيلي لمشروع حفر قناة السويس ومشروع محور قناة السويس لوفد من الإذاعات المصرية. قال الفريق مميش أننا بنهدف أن يكون مشروع محور قناة السويس يوفر 1,000,000 فرصة عمل لأبناء القناة وسيناء والشباب المحافظات، ولابد من توفير عوامل الجذب للشباب من خلال توفير البنية التحتية الجيدة، سواء كنا بنتكلم على إقامة مدن سكنية في الظهير المتاخم للقناة أو فرص عمل بشكل عام. أضاف في الفريق مميش على أن مشروع محور القناة في حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإعداد والعرض على رجال الأعمال والشباب بالتنسيق مع التحالف الفائز وهو شاعر وشركاء بتنفيذ مخطط محور القناة، وهيتم تنفيذ مجموعة من الصناعات منها صناعة تجميع السيارات والبتروكيماويات وتمويل وخدمات السفن وبرضو صناعات خشبية وصناعة منسوجات وغيرها، وأنه تم اختيار هذه الصناعات بشكل دقيق وفقا لمميزات هذه الصناعات ومدى احتياج العالم ليها. قال برضو فريق مهاب مميش أن عمق القناة الجديدة هيكون 66 قدم وأننا دخلنا الموسوعة العالمية بأكبر تكريك حصل في العالم ل 500 مليون متر مكعب أتربة ورمال، وده حصل طبعا بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. طيب زي ما قلت لحضراتكم امبارح يوميا كده هيبقى معانا حاجة ندخل بيها الأجواء الرمضانية، يعني إن شاء الله أيام رمضان على الأبواب، فنستعد كده ونشوف الحاجات اللي مميزة قوي لشهر رمضان ومرتبطة معانا كلنا كمصريين بالشهر الكريم ده. امبارح اتكلمنا عن الفوانيس، النهاردة بقى هنتكلم على الكنافة. الكنافة اللي يبقى
تقريبا ما فيش بيت طبعا مصري ما بيخلاش من الكنافة، من القطايف، من الحلويات الرمضانية الجميلة دي. نشوف الكنافة كده عشان نحضر نفسنا بقى لصينية الكنافة بعد كده. ضرب مدفع الإفطار فغالبا ما يكونان على مائدة الطعام، الكنافة والقطائف اللذان ارتبط المصريون بهما في شهر رمضان، وتجد محلات الحلوى تبدأ في طرحها بشكل كبير قبل حلول الشهر. إذن فهناك أسباب وعلاقات خاصة. القطائف والكنافة مرتبطة في رمضان أو بتوسع أكتر بيعها في رمضان، علشان بعد فترة الصيام اللي الإنسان بيصومها طول النهار بيفقد سكريات ونشويات ودهون من جسمه، فبيحتاج يعوضها. هي دي متوفرة في منتج الكنافة والقطايف. تعتمد صناعتهما بشكل أساسي على العجين، وتكون هذه المعجنات غنية بالمواد السكرية والدهنية والنشويات لتكون عوضا لما يفقده الجسم خلال فترة الصيام. صنعة الكنافة طبعا معروفة انها دخلت، او منتج الكنافة ذات نفسه دخل مصر هنا ايام الدولة الفاطمية، ورجع وقت من الزمن اندثر. يبدو ان الكنافة والقطائف بجانب انهما من الحلويات الشرقية التي لها مذاق خاص تسترجع ذكريات جميلة ارتبطت بمناسبة مبهجة. طبعا متباعدة للناس، الشعب المصري بالذات بيحب الكنافة والقطايف، يعني احنا بيستنوا متهيألي اليوم ده عشان كنافة والقطايف والحلويات والبلع، الحاجات الجميلة بتاعت رمضان دي. طبعا مش موضوع ان هو لازم في رمضان بس، موضوع ان الاطفال تقول لك احنا مستنيين رمضان عشان ناكل حاجات حلوة، فبتحاول على قد ما تقدر تخلي الأطفال يحبوا رمضان. يعتقد أن أصلها يعود إلى تفكير صناع الحلوى بالشام إلى ابتكار حلوى لتقديمها إلى معاوية بن أبي سفيان عندما كان واليا على الشام ليأكلها في السحور. تمر الشهور والسنوات ورغم ما طرأ من جديد في الحلويات، لكن تبقى الكنافة والقطائف سمة أساسية ولها علاقتها الخاصة مع المصريين التي دائما ما تضفي البهجة في شهر رمضان الكريم. أحمد منيل، الحياة اليوم. بكرة بقى نشوف أصل القطايف. نشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله. أشوفكم على كل خير إن شاء الله.